بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش اول حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجه عايز اتكلم فيها يعني الاخ ثروت سويلم عضو لجنه رابطه الانديه المحترفه والمدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكره القدم، قال تصريح غريب جدا وما اعرفش ايه لازمته. يعني في بعض الاوقات كده انت بتتكلم بتقول ايه يا عم الحاج، ايه لازمته كلامك؟ كلامك ملوش اي لازمه في الوقت الحالي. الاخ ثروت سويلم قال لك الاهلي عبر التاريخ منذ قديم الازل ومنذ معرفه الانسان المصري القديم الكتابة الهيروغليفية، والأهلي أقوى من اتحاد الكورة. طبعا تصريح جمهور الزمالك هيعيش عليه 500 سنة قدام. الأهلي باعتراف ثروت سويلم الأهلاوي، ما أنا قلت لك قبل كده ما تخافش غير اللي يطلع في الإعلام يقول لك أنا أهلاوي. أي مسؤول يطلع في الإعلام يقول لك أنا أهلاوي وبشجع الاهلي وكنت بهرب ونط من على سور المدرسه عشان اروح اتفرج على الاهلي، اعرف انه اكبر كوارث هتيجي من وراه ضد النادي الاهلي. فانا بسال الاستاذ ثروت سويلم ايه لازمه التصريح؟ هو حضرتك لو الاهلي اقوى من اتحاد الكوره في ماتش الزمالك وسموحه في نهائي كاس مصر لما فرجيلو فرج عامر ملك اللانشون والباسترمه راح دفع في اتحاد الكوره في الخزنه فلوس الحكام الاجانب لنهايه كاس مصر، وطلعت حضرتك ايوه انت ثروت سويلم قلت نصا مستشار عنده ازمات محتاج بطوله مش هينفع نجيب حكام اجانب، وكنت مشارك في هذا الامر، جاي النهارده تقول لي الاهلي اقوى من اتحاد الكوره، ايه لازمته تصريحك؟ عايز احكي لكم قصه عشان تعرفوا الدنيا ماشية ازاي والكرة ماشية ازاي. درع الدوري المصري القديم ده اثر، ده تاريخ، تاريخ مدون عليه الاندية اللي كسبت الدوري، تاريخ مدون عليه الاندية اللي كسبت الدوري. الناس اللي قبل بداية الموسم كانت النية مبيتة لتوجيه اللقب لأحد الأندية، أحد الأندية من اللي معاهم دولارات فلوسهم حاضرة الأخضر بتاعهم حاضر، فتم الاتفاق على أن يتم مساعدته بشكل أو بآخر أنه يكسب الدوري، وكان هيدفع مبلغ محترم. بس رئيس هذا النادي قال لك لا انا مش هدفع المبلغ ده، وفي الاخر اخد درع مكتوب عليه اسم الاهلي، الاهلي اكتر اسم مكتوب في الدرع ده 43 مره. ايه يا عم في ايه؟ لا انا عايز حاجه تبقى جديده نوبي، عايزين نمحي التاريخ، عايزين نمحي التاريخ، عايزين نبدا على نضيف. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، ايه رايكم لو نعمل درع جديد؟ نعمل ايه؟ درع جديد، ونطلب من رابطه الانديه ان بما ان احنا ناس مستحدثين وعايزين نماشي العصر، فالدرع القديم ده بقى شكله مقرف، عشان ما نقولش الاهلي ومش الاهلي، نقول ان الدرع شكله مقرف وشكله غير عملي، عايزين نعمل درع عملي، واحنا اللي هنتكلف التكاليف، هنبعت نعمله في لندن ها، واحنا اللي هنصرف يا عم، بس تتعمل بقى حاجه تليق بينا. طب اسامي الانديه؟ لا خلاص يا باشا بقى اللي فات ننساه وننسى كل اسامي، ده درع جديد، يبقى اول نادي يتحفر اسمه على الدرع الجديد النادي بتاعنا. ده طموحنا في الحياه، نحن عصر جديد زمن جديد نبدا بخروف العين، وكانوا عايزين يكتبوا اسمهم كأول الأندية فوزا وحصولا على هذا اللقب، ونبدأ بقى من دلوقتي نعد في البطولات.
انسى بقى ال 43 دوري بتوع الاهلي واخد بالك، ونبدا نعد من جديد عشان يشاء السميع العليم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ان الاهلي هو اللي يكسب الدوري، وان اول اسم يتحفر على هذا الدرع هو اسم النادي الاهلي. اتمنى اتمنى من النادي الاهلي انه يطالب بحقه، ان الدرع ده يتكتب رقم 43 اهلي على الاقل. مش عايز، مش لازم تكتب لي اهلي 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 اهلي، لا اكتب الاهلي جنبه 43 43 نجمه 43 اي حاجه، ان شاء الله رقم بس، عشان حفاظا على التاريخ اللي البعض عايز يدلسه، البعض عايز يمحيه ويبدا من الصفر، ويبدا من الصفر ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخلايا. عايز اقول جمهور نادي الزمالك العظيم قاعدين حاطين ايديهم على خدهم مستنيين الاستاذ ممدوح عباس يتعطف ويتلطف ويمول الصفقات الخاصه بنادي الزمالك، ويجدد لزيزو ويجيب صفقات وينعنش الليله وسط عجز كامل لمجلس الاداره. الجمهور الزملكاوي ده عندما كان المستشار تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الاهلي كانوا بيتريقوا على النادي الاهلي ويقول لك بص شوف الكفيل بيعمل ايه، بالرغم انهم بعدها عرضوا على المستشار تركي الشيخ رئاسه شرفيه لنادي الزمالك، الراجل رفض، الراجل رفض. النهارده بيلعبوا نفس اللعبه مع السيد ابراهيم العرجاني رئيس شركة العرجان جروب الحليف الاستراتيجي للنادي الاهلي، عمالين يتكلموا كلام في الفاضي، اصل العرجاني هو اللي بيدفع، اصل العرجاني هو اللي بيعمل. وزي ما قلت لكم قبل كده القاعدة ثابتة، حلال الزمالك وحرام الزمالك حلال، لكن حلال الاهلي حرام يا باشا، حرام حرام حرام. عايز اقول للهجاص الهجاص رضا، انت محتاج تتعالج بجد بجد، انت محتاج تتعالج، تتعالج من حاجات كتير، تتعالج من انفصام الشخصية، تتعالج من الجنون والعته اللي انت فيه، تتعالج من تقليل القيمة وتقليل مش عامل لك سعر، تطلع كأنك أراجوز. الهجاص مع الولد إسلام التافه الغير صادق قال لك لولا وسام ابو علي ما فاز الاهلي بالدوري. هو يا ابن وسام ده احنا لقيناه قدام باب جامع، هو وسام ده احنا واخدينه شحاته، هو وسام ده بيلعب في نادي تاني فجبناه خميس وجمعه. طب الهجمات اللي كانت بتيجي على النادي الاهلي وسام هو اللي كان بيصدها، وسام مجرد ترس من ضمن 11 ترس او 30 40 ترس هما اللي جابوا الدوري للنادي الاهلي. لكن الهجاص انسان مريض، انسان مريض لابد من علاجه، عنده كميه التهابات رهيبه رهيبه من النادي الاهلي. في عيل اسمه مش عارف ايه الحراق، سميحه سموحه حاجه كده. الولد التافه ده للأسف الشديد جمهور النادي الأهلي هو اللي عمل له سعر. انتوا اللي عملتوا سعر الأشكال الضالة دي، أشكال ضالة ما كانتش تسوى في مقام الناس جزمة. انتوا اللي كبرتوهم، وانتوا اللي وقفتوهم، وانتوا اللي عملتوا لهم اسم. تخيلوا هذا الشخص التافه كان بيطلع في بدايته بيدعي ان هو زملكاوي ويهاجم النادي الاهلي ويشتم الخطيب، والخطيب حرامي ساعات، ورجع الساعات للخطيب، والاهلاويه شويه حراميه ولاد 60 في 70، وجمهور الاهلي شويه حراميه ولاد 60 في 70، وما الى ذلك. لدرجه انه في مره من المرات ادعى كاذبا ان في عدد من جماهير الاهلي قابلوه في الشارع ضربوه وراح اتنقل للمستشفى، وعمل فيديو وهو في المستشفى. لما لقى مفيش ناتج
راح اترمى في حضن جماهير النادي الاهلي. انا الزملكاوي اللي بقول كلمه الحق، انا الزملكاوي اللي بتريق على نادي الزمالك، انا الزملكاوي اللي هدي الاهلي حقه، لحد ما جمهور الاهلي وصله الى انه يوصل لمليون متابع على المنصات بتاعته. بقول لك ما كانش فيه 10 بيتفرجوا عليه. بعد ما عمل كده جمهور الاهلي كبره، جمهور الاهلي سنده، جمهور الاهلي دعمه. النهارده اي حاجه تخص الاهلي ضد المغرب او انديه المغرب او اي حاجه يطلع يعرض للطرف الثاني ضد النادي الاهلي، اي حاجه ضد الاهلي في الانديه التونسيه يطلع يعرض لتونس والانديه التونسيه ضد النادي الاهلي. للاسف الشديد انتوا اللي عملتوا للنقط سعر، والله ما كان له سعر، والله ما كان له سعر. لكن للاسف الشديد انا بقول لك اقسم بالله ما كان يسوى 8 جزمه، قسما بالله ما كان يسوى 8 جزمه. لكن انتوا السبب، انتوا اللي بتلاقي واحد اهلاوي طالع يدافع عن النادي الاهلي تطلع تتريق عليه وتهد فيه. مش بقول على اللي بيتابعوني، بقول على بعض جماهير النادي الاهلي. لكن تلاقي واحد قذر زي سموحه ده تروح انت تدعمه وتكبره وتوقفه على رجله، يوم ما يحس بنفسه ويشوف نفسه بيتنطط عليك، بيتنطط عليك كنادي اهلي وكجماهير للنادي الاهلي. عايز اقول نادي بيراميدز بيخطط لاضخم صفقه في الكره المصريه وفي الدوري المحلي. نادي بيراميدز زي ما عمل السنه اللي فاتت وخد 3 لعيبه شروه واحده من نادي فيوتشر، كان رضا بوبو ومهند داشين ومحمود مرعي، واشترط ان الثلاث لعيبه يكونوا مع بعض شروه، مش هناخد واحد ولا اتنين، لازم الثلاثه، بالرغم ان كان منهم ناس مخلصه في النادي الاهلي ومتفقه مع النادي الاهلي، ولكن قدر ان هو ياخدهم شروه. النهارده نفس الفيلم بيتكرر، النادي الاهلي عايز عمر الساعي من الاسماعيلي، نادي بيراميدز عرض على الاسماعيلي انه ياخد الاثنين شروه مقابل مبلغ من المال بالدولار. لاول مره في الدوري المصري لعيبه بتتباع بالدولار في الدوري المصري، بالاضافه لانتقال لاعبين زي دودو الجباز، زي اسلام عيسى، زي احمد فتحي لنادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي رئيس الاسماعيلي ناصر ابو الحسن كان متكلم مع الكابتن محمود الخطيب فيما يخص عمر الساعي ويعتبر شبه متفقين. ناصر ابو الحسن عشان ما يرجعش في كلمته مع الكابتن محمود الخطيب عرض عرض جديد مع كابتن بيبو، قال له يا كابتن بيبو خد الاثنين وريحني، لان عليا ضغوط في مجلس الاداره ان بيراميدز عايز ياخد الاثنين بمبلغ ضخم جدا، فانت لما تاخد الاثنين رغبه عبد الرحمن مجدي ليك وعمر الساعي كده كده رغبته ليك، يبقى احنا هنتحجج وقتها ونقول ان رغبه اللعيبه هي اللي وجهتهم للنادي الاهلي. لكن لو بيراميدز مش عايز انت عبد الرحمن مجدي، يبقى بيراميدز هياخد الاثنين شروه واحده ويدفع لي بالدولار عشان ارفع ايقاف القيد عن نادي الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي لا حول له ولا قوه. لكن يا جماعه السؤال هو لحد امتى الانديه تقعد تصرف ببذخ وما فيش حسيب ولا رقيب على ميزانيات الأندية؟ أنا بتكلم في المطلق، أنا كمواطن مصري من حقي أعرف أي نادي في الدوري 18 نادي ميزانيتك إيه، فلوسك جايبها منين، من مصدر مشروع ولا غير مشروع، وتطبيق اللعب المالي النظيف. أنا بلد بتتعامل بالجنيه، انا بلد بتتعامل بالجنيه، انت داخل تشتري بالدولار ازاي؟ عايز اعرف الانديه المصريه الميزانيه بتاعتها كام، والداخل والصارف كام، الوارد والمصروف كام، وهل ايراداتك على حجم مصروفاتك ولا اضعاف مضاعفه؟ خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل اراكم وتعليقاتكم. شكرا لكم.